الحرية من جديد يعود مالك بكيرات. ما إن خرج من باب السجن بعدما أنهى 19 عاما من الاعتقال، حتى أعادت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقاله ل24 ساعة إضافية، لكن هذه المرة برفقة والده. في زنزانة واحدة قضى الابن والأب ليلتهما بعدما كانا خططا لها أن تكون في بيت العائلة، لكن مالك لم يترك للاحتلال تنغيص الفرحة. أجمل ليلة قضيتها في سجني هي مع والدي الليلة الماضية في الاعتقال بعد أن تم اعتقالي مرة أخرى، أجمل ليلة. أما لينا كريمة مالك فكانت تنتظر أباها على أحر من الجمر، فهو بعيد عنها منذ أن كانت جنينا. وهكذا كان لقاء البنت بأبيها لأول مرة خارج أسوار السجن منذ 19 عاما. ربما كانت الساعات الأخيرة هي الأصعب على لينا حين أعيد اعتقال والدها مرة أخرى، لكن المؤكد أنها تسعى الآن لتعويض ما فاتها معه من لحظات وسنوات. لحظات حلوة كثير الحمد لله، ولحظات لا تعوض يعني بالزمن كله، من أنا صغيرة من حد ما وعيت، وأنا طبعا بتمنى هاي اللحظة بفارغ الصبر، والحمد لله أنه اليوم أتى على خير الحمد لله. نصف حياته تقريبا عاشها مالك في سجون الاحتلال. تغيرت الشوارع والأحياء في القدس، إضافة إلى نضوج جيل جديد في عائلته، فهو الآن كالعائد إلى الحياة من جديد. بعد سنوات طويلة من مرارة الغياب القصري، حياة جديدة تنتظر مالك ولينا، لتضمهما جدران هذا البيت ويظللهما سقفه. أحمد جردات، العربي.